هاي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. للي ما بيعرفني، اول شيء انا لميس، هاي القناة للتجميل الطبي والطبيعي، وكل شيء اسمه تقنيات بعالم التجميل بتشوفوه بهاي القناة. اذا اول مرة بتحضروا ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس مشان بس مباشر ومنشان يوصلكم كل شيء جديد، تشاركوا الفيديوهات مع الاقارب والاصدقاء، واذا عجبكم الفيديو ما تبخلوا علي بلايك. الوصفة اليوم رح أحكي فيها هي عن رفع مناعة الجسم. هلا كتار عم يسألوا شو خص البشرة بمناعة الجسم. ما نحن لما بنمرض أول شي بيطلع حبوب، البشرة بتصير صفرة، ممكن يصير في تساقط شعر. يعني لما بتكون صحتنا منيحة البشرة أكيد رح تكون بألف خير. هاي الوصفة أنا إلي 3 سنين بعملها، مو منشان بس المرض، وطبعا وخصوصا هلا أنا كثفتها أكثر لأنه على الكورونا وبالغرب الواحد مو مسموح يمرض. الوصفة هاي أنا بسميها ثلاثية الأبعاد 3D عن جد، لأنه بتنحف، مع اني انا ما بقتنع بالشي اللي بينشرب وبينحف، بس هي عن جد بتنشط عملية الاستقلاب بالجسم، راح احكي عنها اكتر بالفيديو. كتير منيحة للبشرة مثل مضاد اكسدة، وكمان بترفع مناعة الجسم كتير كتير، ما بتمرضوا ابدا، خصوصا بزمن الكورونا هلا والموجة الرابعة، وما بعرف اذا بدو يجي موجات تانية الله يستر. اعملوا له هاي الوصفة، تقيدوا كتير كتير بالخطوات خطوة خطوة لانه كتير مهم المراحل، واشربوا منها عن جد رح تدعولي لانه ما رح تمرضوا، وبشرتكم كمان رح تصير احسن واحسن. هلا رح بلش بالوصفة مشان ما طول عليكم، وخلونا نبلش. البداية بنحتاج لليمون الكمية اللي انتو بدكن اياها. اهم شي هون طريقة التنظيف، لانه بدنا ما يكون في لا جراثيم ولا بكتيريا، نحن عم نعمل وصفة مثل الدواء لترفع مناعة الجسم. فانا بغسل الليمون لاضمن طريقة، يعني انه بينقع بالمي الفترة تقريبا شي نص ساعة، بفركه بالبداية بالملح وبعدين بتركه منقوع نص ساعة، هيك بضمن انه حتى المسامات ما عاد فيها لا بكتيريا ولا اي شيء من الاوساخ اللي بتكون من برا. طبعا الليمون والبرتقان وكل الحمضيات بغنى عن التعريف، لانه غنيه كتير بفيتامين سي، مضاد للاكسده كمان، يعني كتير منيح للبشره ولرفع مناعه الجسم. واكثر شيء بنلجأ له لما منرشح ومنقرب هو الحمضيات والفيتامين سي. طبعا المرحلة الثانية، العلبة اللي نحنا بدنا نحط فيها الوصفة بدنا نغليها، بدنا نتأكد كتير من النظافة بهي الوصفة، لهيك بقولكم تابعوا الفيديو للنهاية لتعرفوا خطوة خطوة شو رح اشتغل. بنغليها مثل الببرونات للبيبي، كيف منعقم القنانة كلها، بنغليها شوي شي 5 دقائق، وبعدين بنتركها لحتى تنشف مزبوط، ما لازم يكون فيها أبدا مي. الخطوة الثانية انه بدنا نشرح الليمون لحلقات. الليمون بيحتوي على فيتامين سي اللي بيحارب عمليات الشيخوخة اللي بتأثر على الجلد، كمان هي الليمون يعد مضاد بكتيريا، بيساعد على تحسين امتصاص الحديد كمان بالجسم. المكون الثاني هو مثل ما شايفين الزنجبيل، لازم نقشره ويكون نظيف كتير لانه القشر بيحتوي على كتير اتربة. الزنجبيل مضاد التهاب، مضاد أكسدة، بيساعد على تقليل إجهاد التأكسدة اللي ناتج هو عن وجود كمية كبيرة من الجذور الحرة بالجسم، بيساعد كمان على تقليل مستويات الأنسولين بالدم، وبينشط عملية كمان الاستقلاب والهضم. شوفوا هالوصفة هالمكونات القصة في مكون صيدلي لحاله، أنه عن جد عن جد مناعة، بينزل الوزن، بيحارب التجاعيد، ولبشرة نضرة كتير. الزنجبيل لأنه مضاد أكسدة ومضاد بكتيريا كمان بيمنع ظهور الحبوب وبيفتح التصبغات الجلدية بالوجه. بعد ما جهزنا كل المواد، وطبعا العسل لسه هو المادة الثالثة الرئيسية اللي أنا قلت عنه صيدلية كاملة، منحط أول طبقة ليمون، بعدين منحط زنجبيل، وبعدين عسل، ومنكرر هاي المرحلة طبقات لحتى نوصل للنهاية. نتركها بعدين ليلة كاملة على الأقل، لأنه ما فينا نشربه وما تكون متخمرة كلها مع بعضها. هاي الوصفة فينا نحتفظ فيها بالبراد لمدة أسبوع إذا ما خلصت قبل أوانها. طبعا عدا عن الطعم الطيبة، وفيكن تشربوها سخنة وفيكن تشربوها باردة. كيف منشربها هلأ؟ بكاسة
بتشيلوا معلقة من هذا المكون بيكون امتزج كله مع بعضه، بنحط معلقة أو تنتين، فيكن تضيفوا أنتوا شرحات ليمون فريش كمان إذا حبيتوا وما يغل يعني. يا أما نفس الطريقة بتحطوا بدال المي الغلياني قطعة تلج ومي باردي، هاي بالصيف كتير منعش كتير طيب، عدا عن القيمة الغذائية والمناعة وللبشرة ماسك من كل الأنواع مثل ما حكيت لكم. يعني إذا بحكي من هون لبكرة ما رح أخلص عن هاي الوصفة، جربوها عن جد وما رح تندموا، ورح تشوفوا انه مناعتكم حتى الطاقة عندكم بيصير في عندكم طاقة اكبر، لانه العسل بيعطي طاقة كتير للجسم. الرشح والقريب خصوصا هلا نحن داخلين على فترة الشتوية وتقلب الطقس وعلى الكورونا، فعن جد هاي الوصفة بوقتها. انا حبيت اني جاوب على الرسائل اللي اجتني بطلب بهاي الوصفة، اكتر شيء اني اول فيديو اعمله. وطبعا في اسا الفيديو الجاي ان شاء الله رح احكي عن الكولاجين وعن الغذاء الصحي للبشرة، لأنه كثير انطلب مني وأي أفضل كولاجين البودرة ولا السائل. إن شاء الله تابعوني الأسبوع الجاي بفيديوهات جديدة أكتر، واكتبوا لي أي شي بدكن إياه تحت الفيديو تعليقاتكم أو شو بتحبوا أنتم موضوع جديد. هلا هاي هي الوصفة، مثل مشايفين منظر كمان حلو، فينا نعمله ديكور حتى على فكرة. مهم كتير لما بدنا نشيل الكمية بمعلقة تكون جافة ما يكون عليها مي، وما نرجعها نفسها على القطرميز، بنعرف هاي الأمور من المربيات نفس الشي مشان ما يخرب. هلأ هيك طريقة الحفظ كمان مثل المربى، ونتركها ليلة كاملة وبعدين بتكون جاهزة للاستعمال. منحطها بالبراد بعدها ومصير منستعملها كل يوم المساء أو الصبح أنتم مثل ما بتحبوا. إذا ما حبيتوا تشربوها بهي الطريقة فيكم كمان معلقة عريق تاخدوا منها، أو أنا بحبها كتير هيك بشيل تنتين منها معلقتين مع فريش شرحات ليمون وبحط عليها مي سخنة، هاي بالشتوية. بالصيف فيكم تحطوا نفس الشي معلقتين ومع ليمون نعنع وتحطوا مع قطعة تلج. لهون بيكون خلص الفيديو، ضلوا بخير وسلامة، وأهم شيء الصحة. بشوفكم الأسبوع الجاي، وما تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم وما تبخلوا علي باللايك. بشوفكم الأسبوع الجاي، باي.